من باريس ينضم إلي الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي الخليفة العلي. أهلا وسهلا بك. إذن سلسلة العقوبات ما زالت تتوالى على كردستان بسبب الاستفتاء. اليوم البرلمان العراقي صوت على وقف التعاملات المالية مع الإقليم وأيضا علق عضوية النواب كما ذكرنا. بالتالي هل عزل الإقليم ممكن أن يغير شيء في خطط كردستان برأيك؟ حتى الآن سحر لا يبدو أن هنالك إمكانية أو رغبة من قبل السيد مسعود البرزاني على وجه التحديد بالتحرك قيد أنملة عن الموقف الذي كان قبل الاستفتاء وبعده بالتمسك بالاستفتاء وبالمطالبة بإجراء مفاوضات مع الحكومة المركزية من أجل الاستقلال وليس من أجل تصفية الأجواء ما بين بغداد وأربيل. وبالتالي كل الإجراءات التي تمت حتى الآن لم تغير حقيقة من موقف أربيل، بالرغم من أن هنالك خطاب ربما معتدل نسبيا انتهجه المسؤولون الأكراد خلال الفترة الماضية، ولكن دون أن يؤدي إلى تغيير حقيقي في المواقف. وبالتالي ما زلنا في مسلسل التصعيد الذي تنتهجه الحكومة العراقية والبرلمان العراقي. هنالك رغبة الحقيقة للبحث عن مساحات مشتركة. لعلك طيب بس في ظل هذا التصعيد وهذه العقوبات دكتور رامي، رئيس مجلس النواب قال بأنه سيعقد عدد من اللقاءات وعدد من الحوارات مع قيادات كردية للوصول إلى حل ربما لهذه الأزمة. هل هذا الإعلان حقيقي أم هو فقط للاستهلاك الإعلامي؟ باعتقادي أن هنالك محاولة للبحث عن وساطات، لعل وساطة السيد إياد علاوي لم تثمر شيئا ولم تستجب لها للحكومة العراقية، وبالرغم من ترحيب إقليم كردستان وسيد بلبرزاني لكنها لم يؤدي ولم إلى شيء حقيقي ملموس على الأرض. وباعتقادي أن الأطراف داخل العراق سواء في الحكومة العراقية أو في إقليم كردستان الوساطة لن تكون مثمرة أكثر. الكل ينتظر الحقيقة الموقف الأمريكي الذي بالرغم من أنه لم يعترف بالاستفتاء إلا أنه إلى الآن لم يتدخل من أجل إيجاد الجسور ما بين أربيل وبغداد. وبالتالي الوساطات الأخرى لا أعتقد أنها مثمرة ولا أعتقد أنها يمكن تؤدي إلى فض هذه الأزمة الخطيرة التي تهدد وحدة العراق. وبالتالي باعتقادي حتى الآن كل طرف متمسك بوجهة نظره، سواء الحكومة التي ترفض بشكل مطلق الاستفتاء والوصول إلى الاستقلال أو حكومة كردستان المتمسكة بالاستفتاء وباعتباره بداية للاستقلال. ونحن في هذا المأزق، ولا يبدو أن الولايات المتحدة الأمريكية على الأقل في الأمد المنظور يمكن أن تتدخل من أجل نزع هذه الأزمة. طب ماذا عن كركوك؟ لماذا طرح العبادي إدارة مشتركة لكركوك؟ هل يعني بأنه بات يتعامل مع الاستفتاء كأمر واقع مثلا؟ باعتقادي أن السيد العبادي عندما تحدث عن كركوك والمناطق المتنازع عليها يدرك بأن هذه المنطقة يمكن أن تمثل قنبلة موقوتة يمكن أن ينفجر فيها الصراع ما بين الحشد الشعبي والقوات العراقية من جهة وقوات البشمرجة من جهة أخرى. وبالتالي هنالك بحث عن مساحة مشتركة حتى لا تنفجر الأوضاع في هذه المنطقة الأساسية والاستراتيجية، أن تكون هذه المنطقة تخضع بشكل مباشر للحكومة العراقية ومشاركة مع قوات البشمرجة. باعتقادي أن هذا يمكن أن يمثل حلا على الأقل حلا مرحلي، لأن هنالك إدراك إذا ما انفجرت الأوضاع في هذه المناطق المتنازع عليها ربما لا يمكن السيطرة على التداعيات العسكرية والميدانية، وما يؤثر إلى تفجر هذه الأزمة أكثر وأكثر. شكرا لك الباحث في الفلسفة السياسية الدكتور رامي الخليفة العلي، كنت معي من باريس.